طيب هتنقل معاك لتوابع الخبر او لتوابع رحيل ميسي، ويمكن بعض الاخبار برضو اتكلمت على فكره رغبه سيرجيو اجويرو في الرحيل عن البارسا. كلنا نعلم انه استقدام اجويرو كان واحده من رغبات ميسي على مدار سنين طويله، مش بس على مدار الموسم الاخير. وفي بعض التقارير رصدت انه سيرجيو اجويرو لديه رغبه في عدم اكمال عقده مع برشلونه. هذا الخبر صحيح؟ هذا الخبر صحيح، حيث أن وكلاء اللاعب يبحثون عن أي طريقة أو مخرج في عقد اللاعب للخروج من النادي وعدم إكمال عقده، ولذلك رأينا يوم الأحد الماضي أن أجويرو هو اللاعب الوحيد الذي لم يكن موجود في الاستاد، وأعتقد أن هذا الخبر صحيح وأن أجويرو لا يريد إكمال مشواره مع البارسا. برحيل ميسي يكون نهاية جيل كتب صفحات تاريخية، خليني أقول، في تاريخ برشلونة: كارلوس بيول، إنيستا، تشابي، داني ألفيش وغيرهم من النجوم. هل تعتقد أنه الضربة دي ممكن تأثر على المستوى الفني لبرشلونة في الموسم القادم وفرصه في المنافسة على الشامبيونز ليج والليجا في أسبانيا؟ أعتقد أنها ضربة قاضية. هذه ضربة قاضية للنادي وللاعبين، ستكون العواقب وخيمة على النادي، لأن الفريق سيلاحظ هذا عن طريق الموارد التي ستنخفض جدا. لاعبين زي غريزمان يجب أن يعطي خطوة للأمام ليثبتوا كفاءتهم لوجودهم في البارسا. زي ما قلت في البداية، أنت كنت يمكن أحد أعضاء الحملة الانتخابية لإخوان لابورتا رئيس البارسا، واحد من المقربين ليه، فممكن تكون عارف خطوته اللي جاية ممكن تكون إيه. هل تعتقد أنه لابورتا يراهن على صفقة من العيار التقيل يعوض بيها رحيل ميسي في خلال الموسم القادم، ولا ممكن يكون في أوراق تانية بيفكر فيها؟ لابورتا في هذه اللحظات عنده أجازة، لأنه كان تحت ضغط عظيم. لابورتا ما يقدرش يعمل أي عقد في هذه اللحظة بسبب نفس اللوائح التي منعت تجديد عقد ميسي. حتى لو أراد البارسا أن يتعاقد مع لاعبين آخرين لن يستطيع بسبب نفس هذه اللوائح. طب لو اتكلمنا عن ردود افعال جماهير برشلونه، يعني ازاي بترصد او بتشوف ردود الافعال على خبر رحيل ميسي ورؤيتهم ليه النهارده في والاستقبال الحافل طبعا اللي حظى بيه في باريس؟ في برشلونه هنا مشاعر مختلفه، هناك ناس تشعر بالحزن العميق، ناس اناس تصل لحد البكاء في الشوارع، هناك ناس اناس غضبانه من ميسي، واخرون غضبانين من رئيس النادي، اخرون يلقون اللوم على لوائح الدوري. اعتقد ان هذه المشاعر المتناقضه ستستمر لاعوام عديده حتى يعتاد الناس على عدم وجود ميسي. خليني اخدك برضو النقطة فيما يتعلق بالدوري الاسباني، لانه الدوري الاسباني تلقى ضربة قوية جدا برحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد لليوفي، والسنة دي رحيل ميسي من بارسا لبي اس جي، والاثنين الحقيقة كانوا بيمثلوا قوة جذب كبيرة جدا للدوري الاسباني. في من وجهة نظرك، رحيل ميسي وخلو الدوري الاسباني او الليجا الاسبانية والاندية الاسبانية من النجوم اللي من العيار الثقيل بوزن نيمار، بوزن ميسي، بوزن مبابي، بوزن رونالدو، هل ده ممكن يأثر على مكانة الليجا ويوضع في المسابقة؟ صحيح، بالفعل الدوري سيفقد هنا الكثير من قيمته، فقد ذهب راموس، ذهب غوارديولا، كريستيانو رونالدو، ميسي. كانت اخر لاعب ذو قيمه في هذا الدوري
هو ميسي، لذلك سيفقد الدوري كثير من قيمته. هل تتوقع انه من الممكن طرح بعد يعني بعد ما اثر او اثرت اللوائح دي سلبا على الدوري وعلى قوه المنافسه فيه وعلى رحيل النجوم الكبار من الدوري الاسباني والانديه الاسبانيه، هل تتوقع انه يطرح حتى على الاقل موضوع تغيير اللوائح؟ لا لا اعتقد على العكس. اذا كان ميسي لم يستمر في برشلونه ولم يستطيع برشلونة التجديد بسبب هذه القواعد، يجب أن تستمر هذه اللوائح بنفس الطريقة لتحقيق العدالة بين الفرق بين كل الفرق في الدوري. طيب الآن ميسي خارج صفوف برشلونة، وبرشلونة يعاني بشكل مادي أو ماديا بشكل كبير جدا، إزاي بتشوف مستقبل فرقة البارسا؟ إزاي بتشوف كمان وجهة نظرها فيما يتعلق بالسوبر ليج الأوروبي؟ لازم لابد ان يواجه برشلونه هذه الحاله. اعتقد انه لازم ان يكون جيل جديد جاهز لان يتحدى في اوروبا فرق كبيره، وان يستطيع مع كرويف ان يحقق نفس الانجازات التي حققها مع ميسي ومع لاعبين اخرين. اعتقد ان الفريق يستطيع ان يستمر بنفس القوه. صفقتين من العيار الثقيل خطفهم بي اس جي من برشلونه، بدايه كانت صفقه نيمار احد طبعا اهم اللاعبين على سطح كوكب الارض كله، ودلوقتي وبرضا برشلونه طبعا ليونيل ميسي. بماذا تشعر تحديدا جماهير البارسا تجاه باريس سان جيرمان؟ هنا في اعتقاد بأن باريس سان جيرمان هو صائد للاعبين من البرشا من برشلونة، نيمار وميسي الآن، وأعتقد أن هنا غضب شامل ضد باريس سان جيرمان. حتى لو كانت المشكلة كانت عند برشلونة، أعتقد أن باريس سان جيرمان هنا ليس الفريق المفضل. أعتقد أنه فريق ليس من المفضل لدى الكتالونيين. رأس المال يتحكم. خليني أخذك لواحد من الحلول اللي طرحت كمان، قرض من أحد البنوك الأمريكية اللي يعني كان بيتقال أو كان بيطرح أنه ممكن يكون الحل الأمثل والأنسب في التوقيت الحالي لنادي برشلونة للخروج من الضائقة أو من أزمته المالية. على المستوى المادي أعتقد أن برشلونة في مأزق مادي جدا قاسي جدا، يحتاج إلى 500 مليون يورو عشان يقدر يطلع من هذه المشكلة، من هذه الضائقة المالية. خوردي باسكوال طبعا الصحفي بمجلة زونا ميكس الإسبانية، بشكرك شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا على شاشه النادي الاهلي، ودي كانت قصه وحوار برشلونه من داخل كاتالونيا ومن داخل نادي برشلونه، احد الصحفيين المقربين من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونه. وخلاص انتهى الموضوع، وهنشوف ميسي بالوان بي اس جي بدايه من موسم